مروان بريري، طبيب مقيم في الطب سنة خامسة، اختصاص جراحة العظام. اليوم تتمثل في وقفة احتجاجية من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا، والمطالب هي تتمثل في فتح بحث حول ملابسات إقدام زميلتنا المقيمة في الطب في مستشفى المنستير على محاولة الانتحار. نحب اليوم من المطالب نتاعنا هي فتح تحقيق شنو هي الملابسات والحاجات اللي خلت زميلتنا تقدم في أثناء العمل على محاولة الانتحار. المطلب الثاني نحبوا نحددوا المعايير، وتكون معايير موضعية على المصادقة على التربصات في الاستاج نتاعنا. ماذا بينا يكونوا معايير هابطين من الوزارة موحدين يشملوا لي سيرفيس الكل، ما فماش معايير نتاع سيليكسيون خاطر موالات والا حاجة أخرى. دونك كل ريزيدون يتحاسب شنو هو لي زوبجيكتيف اللي يلزموا شاك سي موا يخلط لهم. إذا كان خلط لي زوبجيكتيف هذوكم تم المصادقة على الاستاج نتاعو والتربص نتاعو، كان ما خلط لهمش يتم انه عدم المصادقه على الستاج هذاك، ونحن دايما موافقين عليه. معناتها ماناش مع انه الناس الكل مش تفاليدي ستاجاتها والا الناس الكل باش تتعدى بلا غير كريتير معين والا حاجه معينه. المهم نحن اكثر حاجه نركزوا عليها انه يكونوا فما مقاييس موضوعيه وموحده وتشمل لي ريزيدون الكل بلا غير حتى فرق بين لي ريزيدون. هو تو فما اجتماع في الاربع كليات الطب بسوسه تونس المنستير وصفاقس، وعلى اثر الاجتماعات هذيا باش يتقرر مواصله الاضراب والا مش نشوفوا اسكو مش يتحل حوار مع الوزاره. هذا باش يتقرر في الاجتماعات اللي تو قاعده تنعقد. هو وقفه احتجاجيه لثلاث ساعات من 8 صباحا لل 11، وقفه احتجاجيه ايقاف احتجاجي للعمل. ليكيب دي غارد وليكيب لي زورجونس قاعدين يخدموا يامنوا في الحالات الاستعجاليه، دونك الخدمه ما وقفتش 100%. وقفوا كونش البروغرام افروا وكهو، الحالات الاستعجاليه قاعدين يامنوا فيها زملائنا الاطباء. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.